برحب بكل مشاهدي قناة ميسات وحلقة جديدة عن السمنة ومخاطرها. التغذية بتؤثر على الإنجاب، تغذية الأم وأثناء الحمل دي مهمة جدا، لأن دي بتأثر على المولود بلا شك. لازم هننظم أكلنا، في أنواع من الرجيمات أما نعملها وتبقى قاسية جدا عندنا مشكلة تانية، على طول جعانين. لما بنطهي الأكل جامد بيفقد جزء كبير من القيمة الغذائية وعلى رأسهم فيتامين ب. كل مرة بنخس احنا بنخس اكتر عضل، وبالتالي بيحصل ترهل، كل اللي بيخش من البق بيطلع على جسمنا، الكورتيزون بيعمل تقلب في المزاج، بتؤدي التغذية الخاطئة لمرض السرطان. كتير جدا من الناس بيتخيلوا ان هم ممكن يعالجوا السكر بالاعشاب. كلنا نعرف المقولة اللي بتقول العقل السليم في الجسم السليم. من نوعية الرجيمات الغلط ينتج عنها ان الوش يبتدي يخس جامد. اول اتباع لنظام غذائي تحت اشراف طبي. في النهايه لا صحي الا الصحيح. عندنا اختيارين، يا الاكل يا الصحه. ربنا مدينا جسم سليم، المفروض ان احنا نحافظ عليه. وطبعا لسه الكلام كتير ومواضيعنا كتير في التغذيه.